بنتي الدراري يقول لك بنتي عريانه. لا 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 ولادي ينهضوا. وانت درتي الخير، انت درتي الخير الشريف هاك. واخا انت درتي الخير، الله يجازيك بخير، الله يجعل لك في ميزان الحسنات ان شاء الله، والله يقبلوا لك. عرفتي كاينه قدام الدرب العريض مع الوحده اللي ما شاء الله. قال لك هذاك الولد ماشي ولد مراكش، عرفتي الدرب العريض اش فيه. اذا مرحبا بكل المتتبعين ومتتبعات قناه شوف تي في من خلال هذا المباشر. الحمد لله انه دائما المغاربه اللي عودونا بالخير والقلب ديالهم مبيض بطبيعه الحال. اليوم حنا مع امي طامو كما تشاهدوا معنا من خلال هذا المباشر الان. يعني لقات هذه السيده هذه يعني في الشارع العام، لقاتها في الشارع العام يعني في الليل، في جنح الليل يعني تحت السواري. وانه هذه السيده الله يكثر امثالها انه ما ضرها قلبها، ويعني ما تاسفت انه هذه السيده عايشه الحاله ديال التشرد بالشارع العام، فضلت انها تجيبها للمنزل ديالها لربما وعسى انه يعني تحاول انه تعثر على العائله ديالها ولا انه تتواصل مع العائله، ولكن يعني حاولت من خلال هذا النداء طامو لا طامو الله يخليها انه يعني ربما وعسى تعرف العائله ديال هذه السيده على هذه السيده اللي مضربه بطبيعه الحال، خصوصا انه طامو اليوم انه للاسف انه هذه السيده الان اللي عثرت عليها يعني ما تدوي يعني بالامازيغيه، والسيده ما تدويش بالامازيغيه، والهدف ديالها هو انه العائله تعرف على هذه السيده هذه اللي امامنا من خلال هذا المباشر. امامنا من خلال هذا المباشر ويضع امامنا خلال هذا المباشر انه تنتمنى ان العائله ديالها تعرف على هذا المباشر هذا، وانه تصل تربط الاتصال بميطامو باش انه تجي باش ان حتى ميطامو ترتاح ويعني وتهي تهنى على هذه السيده هذه. ميطامو بغيناك تعاودينا التفاصيل كيفاش تلاقيتي مع هذه السيده هذه وكيفاش. تفضلي. انا خويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نرجع لكم التحيه وشكرا على هاد المجهودات اللي تديروا بعدا جباره، انكم بعدا بحال هاد السيده راه ماشي ديال الشارع العام، هاد السيده راه تتبان انا تتبان لي بنت عائله وتتبان لي نقيه ومزيانه، ماشي ديال الشارع العام وغادي تكرفس، اكيد غادي تكرفس. انا جايه مع الوحده الليل، انا ولدي على الموتور، انا كنت عند واحد الوليد ولدي اخر، مشيت نشوفه وجايه انا وولدي على الموتور، تتبان لي تحت السواري فواحد الحي، وهذاك الحي ما تتعرفوش، وانا كابره في هذاك الحي وعارفه هو سميتو لا داعي بالذكر نذكر الحي. المهم جايه انا وولدي فتناها على الموتور، تبان لي مقرضه وشاده واحد الحويجات ديالها حاطهم حدا، قلت ليه فراني فراني فراني، مشى تنقص ورجع درنا ورجعنا لعندها، وانا نقول ليها المراه هضرات ليا بالشلحه ما فهمت منها والو، وانا نقول لها واش تتسناي شي حد يجي يديك، قالت لي اوهو، قلت لها واش معاك شي حد، قالت لي اوهو، قلت لها هو يجي شي حد عندك يديك، قالت لي اوهو، قلت لها واش تديري هنا، قالت لي منين جيتي، قالت لي انا جيت من ورزازات على رجليا. المهم هي هذيك وانا بقيت نشوفها تنشوفها، هي ما سمحش ليا ضميري وعقلي انني غادي نخليها مع الوحدات الليل تما، ورانا انا عارفه الحي وعارفه البلاصه وعارفه اشنو كاين في الزنقه حيت سميتو. قلت لولدي سير وكتجر انا وياه على رجلينا، قلت لولدي يلا سير، بقينا جرينا انا وياه على رجلينا، حكم انا تعرفوني الناس وانا بنت الحي وسميتو ما بين دواري زيكي وسكومه تعرفوني الناس وداكشي، كابر انا هنايا ما عنديش المشكل، بقيت جايه انا وياها على رجليا وتنهضر معاها، مرة تتقول لي جايه من الودايا على رجليا، مرة تتقول لي جايه من ورزازات على رجليا، ما يمكنش هاد السيدة تنقول لها ما يمكنش تجي من ورزازات على رجليك وتبقاي حية، عرفتها غير كذوب، وبقيت قالت لك هي ما تعرفش تكذب، ماشي ماشي جيتي من ورزازات على رجلي، هي يغرم ورزازات جيتي على رجلي، دارت ادار عرفت انا ادار هي هما الرجلين، ادار
هي تتقول اغرم اغرم ورزازات، يعني من اغرم جايه من اغرم من ورزازات. قالت لك على رجليها. على رجليها. وابار انا عرفتها هما رجلين. نعم. ادار منيتني جوجل تخدم. دغوي ندغي كيف الداندو خدم جوجل. هذه جوجل ما فهمتش ادار. ادار فهمتها. هذه جوجل ما فهمتهاش. وجيتي على رجلي. من ورزازات. من ورزازات. وعلاش قلتي لي انا جيت من الحامد على رجليا مره السودير السودير تقدر ورني السودير هاد السودير ما فهمتهاش. نعم يعني ما عرفتش قالت لك ما عرفتش. نعم. انا كلمه تنفهمها وكلمه ما تنفهمها. نعم نعم نعم. قلت لي الوالده نكملوا الكلام. قلت لي بقيتي جايه انت وياه تحاولوا تسووا جايه انا وياه على رجلينا ما دخلت حتى جوج ونص. نعم نعم. جايين انا وياه على رجلينا. نعم نعم. انا نحاول نسولوها نخليوها الوالده نحاول نسولوها نسولوها من خلال المباشر. السميه ديالها تمازيرت الشريفه. ها شد شد شد. بلا نسولك بلا نسولك يعني قولي لنا قولي لنا حاولي قربي لنا. ماذا اسميني؟ رقية قاني. رقية قاني. هي قاني ديالك ميتم وتسنت ياك. ماني غير دوشكيت ماني قلت انا زيد وتسنتني ماني تليك مخ ماني قيزري الحياة نمس بلا مراكش قلاصة وانت ما زيت من كني وانت ما زيت نكي يلا يا فكي فكي الخاطر كي يلا يلا ماني غير دوشكيت ماني قلت انا اكي نغمة ماني غير دوشكيت وتسنت الحسن نايد حمد وتسنت حمد الحو ياك اسمه دوار ما اسمه دوار تيغوزا تيغوزا ايا تيلي اللي تيلي ولت ما قل المطار قا ورزازات يغر مني المطار فوق ورزازات ايا ايا قالت لك بلي راه كاينه تيغوزا الدوار ديالهم سميت تيغوزا كاين في ورزازات ايا مراكش يعني الدوار سميتو تيغزا في ورزازات وكيدا تدار من ورزازات اي وكيغاز دار قا كيغر من وجداد يغرم وقدال ايوا هادي تكوت هادي ايوا هادي كان داك كنت نحيش صدار ورموت واخا غير ما تزيدوش كي مراكش ني غاكل كي اخت داري لي جا قالت لي تبكي راه عند بنتها ما خيات اللي ماني تبكري بلا ورد يغرم من وقدال ايه يلا ياك ابراهيم نضيك ياك ابراهيم نضيك كاف اللي يموتني يغرم من وقدال واخا ما نقدر اللي ما نقدر المحامي 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 ما يجيش الا قمت قدمنا حتى عبد الله ماني الا قمت قدمنا حتى السوق ما يسمي غير ثمن طوبيس يلا ثمن طوبيس هي غمت المحامي هي هي ما يسمو دوار هاي هاي ظلي ها ها الدوار الدوار هذيكي هاي ظلي ها سكونة يلا كاين دوار زيكي كاين دوار زيكي في مراكش اييه نعم اييه وسكومة تاهي وسكومة سكومة هي اللي فيها حنا دروك نعم لا ما تخلطي مي ما ما الا ختمت جميلة ما كيتي لها هي كاع خلطة مراكش كامل ما عرفتها انا بلاصة اللي تمشي لها هي دوك الكلمات اللي تتقول صحيحة كلمة اللي تتقول صحاح صحاح ولكن شكون فين هاد الناس؟ انت ما تقمن تعجبها ماشي هي واش السكومة ولا الزلولة؟ ماشي ماشي مازيرت هاديك مراكش تشوفها هي غير كان بوت حانوت نضجر الفرماسيان اللي ماذا اسمك؟ اسم سعيدة 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 الميت نبراهيم الزكا بنتها تميدة سعيدة سعيدة إبراهيم نعم يعني قولي جمع لنا كاع المعطيات كلها في المباشر منير منير راك معاونة كيما وين سداري الليم إيوا هادي تغنيني تا تمنى إيه إيه غير التعاون ديسم منير حاول جمع لنا هاد المعطيات كلها ما عافاك في المباشر حاول جمعهم لنا في المباشر اسمحي لي مرحبا قالت لك أودي السيدة جات من ورزازات
ايه غرام، واحد البلاصه سميتها غرام تما في النواحي ديال وزادات، على جلالة تاع مراكش عند بنتها. نعم بنتها قالت لك راه كاينه تما في المحاميد في ذاك الدوار ديال ايزيكي حدا الطوبيسات. قالت لك واحد البلاصه فيها الطوبيسات والطاكسيات طرق المطار. وقالت لك اودي صافي، قالت لك اودي بنتها ساكنه حدا واحد سميتو ايت ابراهيم ولا ابراهيم، نعم شي حاجه بحال هكا. نعم صافي هادشي اللي تعقل. قلت لها ودي راه الناس كيقلبوا على بنتك باش يديو. قالت لي هي راه داكشي راه غنمشي معاهم ان شاء الله. تنتمنى. شكرا لك اخويا، شكرا لك. اذا كما استمعتوا معنا من خلال هذا المباشر الان، فالسيده يعني جات من اقليم ورزازات، يعني من مدينه ورزازات لمدينه مراكش، باش انه تزور بنتها كما سبقنا وذكرنا. والحمد لله انه الناس الخير، الناس اللي فيهم الخير بحال لا طام الله يجزيها بخير وطول في عمرها. يعني شافتها في يعني مع لوحده الليل قاعده تحت السواري يعني في الليل، وخايفت عليها وخافت على انها تتعرض للسرقه ولا تتعرض لشي امور اللي قدرت تكون خطيره. فاليوم تنتمناو انه من خلال المباشر انه نساعدوا ونبارطاجوا قدر الامكان، باش انه هذه السيده هذه تلقى البنيه ديالها اللي جات عندها هنا من مدينه مراكش. تفضلي امي طامو، تفضلي. شوف اخويا، تسرق تعرض للسرقه والله ما تتهمني. الا مشات لها شي حاجه نعطيها لها. تيهمني انا هي الانسانه مراه وليه، وليه غادي تكرفس. راه انا تيعرفوني، انا بنت الحي وتيعرفوني وما احترمونيش. قلت لك لقيتها مع وحده الليل، وانا وولدي علموت، قلت لولدي سير، وبقينا جايين انا وياها على رجلينا. واللي لقيته تنسولو تنقول له واش تفهم الشلحه، تيقول لي لا. تلقيت واحد السيد تيفهم الشلحه، بقى معاه تيهضر. قال لي بنتي راه هاد السيده راه تدخل وتخرج في الهضره. الا بغيتي ديري فيها الخير تمشي تبات، ديها تبات تا الصباح وشوفي اش ديري معاها. نعم. ودوكا اللي كانت تشوفها بنتها ولا عائلتها اش بغيتي تقول لهم؟ يجيو يديوها. ونتمنى نتمنى نتمنى من هذا المنبر لعائلتها يحنوا في هاد السيده، راه درويشه وبغاتها الاستقرار. راه من نهار جات لعندي تمنيت غير تقول لي بغيت نخرج للزنقه، ما قالتهاش. تطلع للسطح الشمس، تقول الشمس تهبط للتحت تطلع للفوق، ما ذكرتش ليا الزنقه. ماشي شي باينه، ماشي شي مرا ديال الزنقه، ماشي بنت الزنقه. داكشي باش بقات فيا انا ملي شفتها في الزنقه في هذيك الوحدات الليل، حسيت امي امي هذيك امي هذيك تما ما نقدرش نفوتها. امي هذيك هذه واش امي انا الا كانت نتم في هذاك الوضعيه غادي نفوتها؟ نعم ما يمكنش. نعم حتى هذه امي. نعم الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير وطول في عمرك. بحال بحال. تنتمنى ان العائله ديالها تعرف. راه درنا الرقم. نعم تفضل. نتمنى من الله اذا كانوا في الاستماع ديالي بنيتها يحنوا فيها ويقابلوها ويحاولوا ما يخليوهاش بحال هذا الشكل هكا، ويعاودوا يفرطوا فيها. لا اتصلوا بها وداوها وتعرفوا عليها وداوها، ما يحاولوش يفرطوا فيها بحال هكا. راه هكا ما يصلحش ليها وما يمكنش يصلح ليها. حنا ما عرفناش شحال من مره انسان تيخرج من الدار وفهمت. لا يحاولوا، راه قلت لك انا يفرطوا فيها زعما. نعم ما شاء الله. يميكوا على راه من طبيعه الحال. الله يطول عمرك لله اختك. ممكن يخلطاتو خرجات. هذا الشيء اللي كان على غفله منهم، على غفله منهم يعني ما كانش هما. ما يغفلوش بحال هاد الغفله. نعم وتنتمناو الخير ان شاء الله، تنتمناو الخير. السميه ديالها ما عمرها قالت لك سميتها؟ قالت لي رقيه. رقيه الله رقيه. لاباس وقراها ولدي في الحمد لله. الحمد لله عندها لاكارت ديالها رقية. الحمد لله. حنا تنتمناو من خلال هذا المباشر انهم رقية ان شاء الله. جات عند على قبل بنتها، يعني جات من ورزازات على قبل بنتها باش تجي. الحمد لله كان الخير والخير يعني ما شاء الله. الله يخلي المغاربة لبعضياتهم. من نهار جات عينيا تقول لي حبيتك. ايوا ما شاء الله ما شاء الله. الله يخلي الله يدوم هذه المحبه ان شاء الله. والله ما نقدر مع وحدات الليله تكمل الفرحه، نجي نتخشى في المنطه والنعس ونخليها هي تحت السواري. والله ما والحمد لله الله اجرك عند الله. والله ما نقدر. ما اجرك عند الله، اجرك عند الله. وما نكذبش عليك تيعرفوني وانا حيت كابره معاهم. شوف كي دارت كي هكا من نهار جات تدير ليا هكا، تدير ليا من نهار جات. ايوا الحمد لله الحمد لله. تقول لي انت حلال انت حلال. ما شاء الله ما شاء الله. رقيه بغيت تمشي للدار تيقمي تمشي. ونقي كيف كان الخير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قلت لها جيتي معايا ما خفتيش عليا؟ قالت لي
بان لي داك قال لي الصلاه بان لي كل شيء ديالك هنا الحمد لله الله يجزيك بخير. كنت كتقول لها بالشحال انا فهمت منها غير انا زعما باين لي باينه لي مزيان على وجهها الحمد لله الحمد لله. اذا على العموم متتبعينا من خلال هذا المباشر الان كنتمنى انه تسمحي لي يلا مطامو كنتمنى الله يجزيكم بخير الله يطول عمركم انكم تساعدونا نساعدونا من خلال هذا المباشر. الهدف ديال مطامو هو انه تلقى العائله هذا هو الهدف ديالها يعني دخلتها من الشمس ودخلتها من السمراء ودخلتها من يعني من يعني المحاولات السارقه ودخلتها يعني بزاف د الامور تقدر تعرض لها هذا الامر. لا انا معاك في المباشر تفضلي تفضلي تفضلي. شوف قلت لك نقول الصراحه حيت انا بنت الحي وتيعرفوني وسمعوني لقيتها وفي الزنقه وبديت نسول فيها وجايه في الزنقه وتنهضر معاها وتنسول فيها عرفوها ما تجينيش حيت وسمعوها تهضر غير بالشلحه بوحدها قسما بالله الا تبعوني طالبه بالدار. وواحد قال لي عرفتي بنتك فين كاينه في المحاميد انا نديك. واش انت غادي تديها؟ قلت لي شوف سير في حالك انا راه نتقطع معاها شتي تقرضوني انا نتقرض انا وياها بجوج وما تديها لا للمحاميد لا. قلت لي ما بغاتش هي بنتها ما تديهاش لبنتها ما شاء الله انا هي بنتها دابا فين كاين المشكل؟ ما شاء الله هو يحضر راسو زاد كيما بدا تيسول فيها فين كاينه بنتك في المحاميد انا نديك. قلت لي لا ما تديهاش قلت لها نتقرض وانا وياها شتي نتقرض معاها شتي يشدوني يقرضوني معاها وما نفوتهاش. الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير امي طامو ان شاء الله تنتمنوا الخير ان شاء الله من خلال هذا المباشر تنتمنوا الخير تنتمنوا الخير تنتمنوا الخير حنايا الله يجازيك بخير ويطول عمرك يعني درتي الخير والله لا جازك عليه حنا تنتمنوا من خلال هذا المباشر لا رقيه لا رقيه تنتمنوا ان شاء الله من خلال هذا المباشر البنيات ولا عائلتها يتعرفوا عليها باش انه يعني تجي ان شاء الله وتصل الرحم مع الام ديالها لانه جات هذه الام شوف القلب ديال هذه الام هذه اللي جات من ورزه زات باش تشوف بنتها باش تطمئن على بنتها دروك حتى وجات قالت لك على رجليها من خلال هذا المباشر الان حتى نتمناو انه جات أنه, انه اللي تعرف على ام رقيه انكم بارطاجيو الله يجازيكم بخير نساعدوا قدر الامكان نبارطاجيو باش انه يعني العائله مازال هذه الساعه دي شوفي تليفون تنتمنى نعم على حطيتي حطت النمره نتمنى من خلال هذا المباشر امرقيه نتمنى من خلال هذا المباشر الله يجازيكم بخير نبارطاجيو باش انه الرساله ديال العائله ديال رقيه توصل لها الصدى هي تقول بانه من اقليم ورزازات وانه من مدينه ورزازات يعني في احد الضواوير تمايا على العموم حنا الهم ديالنا والهدف ديالنا والهدف ديال يعني انه تلقى امرقيه امرقيه شوفي فينا واحد الدقيقه انه تلقى العائله ان شاء الله وترجع لوليداتها ولعائلتها ان شاء الله والحمد لله باقي الخير ديما تقولوا باقي الخير ومغاربه ديما فيهم الخير هاد السيده هادي يعني جابت هاد السيده لدارها باش انها ما توقع لها حتى شي حاجه اعتبرتها بحال امها بحال اي انسانه يعني خصها يعني الدفء والحنان وحنا تنتمناو انكم تساعدونا باش نلقاو عائله رقيه وان تعرف عليها وتجي عند هاد السيده هادي يعني وما تعرف تكون صله الرحم ان شاء الله ومعرفه خير ان شاء الله ما بين العائلات. وقليلا نشكركم شكرا لكم وتحياتي لكم متتابعينا من خلال هذا المباشر.